طيب اذا بتتذكر المره الماضيه وصلنا عند هذا البلوك احنا سكرناه كبلوك واخذنا له انبوت تورك واوتبوت عم بيطلع منه روتيشنال فيلوسيتي وبداخل هذا التورك عم يمثل في عندنا انيرشا واذا بدي اغير قيمه الانيرشا بعد دبل كليك وبحطها عندي روتيشنال دامبر من هون هذول على شافت واحد وعلى هذا الشافت في عندي ايديال تورك سورس الايديال تورك سورس اللي هو جاي من التورك اللي موجود اجاني من المحرك التورك اللي اجاني من المحرك حولته لفيزيكال سيجنال هون اول شيء هيك بصير السيم سكيب او السيم ميكانكس بصير اني احولها من سيجنال اول شيء لفيزيكال سيجنال وبعدين من فيزيكال سيجنال بحولها لتورك وهون اضطرينا نمر في مرحلتين هذا الايديال تورك سورس حول لي هاي السيجنال اللي موجود هون حولها لتورك وهذا صار هون النيوتن مترز فصار هذا التورك بياثر على انيرشيا وبياثر على روتيشنال دامبر ما في سبرينج وبعدين عملنا نفس الشيء هلا هون اخذنا احنا بدنا نقيس هلا السرعه اللي موجوده فاخذنا هون موشن سنسر ايديال موشن سنسر الموشن سنسر بعطيني طبعا لاحظوا كل هدول في لهم ريفرنس اللي هو الميكانيكال زي بيمثل زي الالكتريكال جراوند اللي موجود عشان اقيس بالنسبه له ما بقدر اقيس روتيشن او ما بقدر احط تورك انه يكون بالنسبه لريفرنس فلاحظوا التورك بالنسبه لريفرنس حطيناه على الشاف وقسنا بعدين الروتيشن الفيلوسيتي او الاكسلريشن بالنسبه لهذا الريفرنس نفسه وطلعت معي الاوتبوت من هون اخذت انا الاوتبوت الروتيشنال سبيد والروتيشنال سبيد رديت مره ثانيه حولتها من فيزيكال سيجنال رغم ان هي سيجنال هون بس هي هون فيزيكال سيجنال حولناها لسيجنال عاديه ورجعناها الاوتبوت تبع البلوك وبتتذكروا سمينا البلوك اعطيناه اسماء منطقيه فسميناهم تورك وسميناهم هيك هناك روتيشنال فيلوسيتي هلا انا بدي احاول اعمله بدي اكمل هذا السيستم هلا هذا يمكن يكون الحل اللي راح احطه مش الايديال بس هذا احد الحلول حتى تحل حتى تعطيه هلا انا في عندي شافت في عليه انرشا الانرشا موجوده ما في مشكله هلا اذا بدنا نحاول نحل تتذكروا بعض المسائل اللي حليناها هون لو عندي مثلا الشيف لها انرشا بقدر احطها هون فبقدر احط اي شيف زائد مثلا اذا في انرشا ثانيه موجوده من شيء ثاني بحطها هون في الانرشا الموجوده هون هلا بتتذكروا في عندنا هون راح يكون في حبل كان في حبل وفي لود هذا راح يعطيني اوت اوف بالانس تورك مضبوط وراح يعطيني كمان انرشا فهذا راح يسبب انرشا راح يسبب اوت اوف بالانس تورك هلا ممكن اعملها بطريقتين الانرشا مثلا انا المثال هذا راح اخذه نفس المثال اللي حليناه هون متذكرين هاي كانت 200 كيلو جرام و200 كيلو جرام وكانت الشيب اللي هي معلقه عليها هاي الدايمتر تبعها كان متر وكان هون عندي 200 كيلوغرام لاحظوا هاي ال 200 كيلوغرام راح تحاول تسحب هذا مضبوط لتاخذ راح تاثر بتورك قديش قيمه التورك راح تعمله الاوت اوف بالانس تورك اللي موجود راح تعمله على هذا هذا الشافت 200 كيلوغرام في 10 جي اذا افترضنا جي 10 راح تعطيني 2000 2000 راح اضربها في نص القطر راح تعطيني تورك فالتورك تبع الماس الاوت اوف بالانس تبع الماس راح يساوي 200 في 10 200 في 10 في نص مضبوط؟ فعلى هذا الشافت رح تعطيني 200 في 10 2000 في نص 1000 نيوتن متر فرح اعمله الان رح اجيب اوت اوف بالانس تورك والاوت اوف بالانس تورك هذا قيمته 1000 رح احطه ماينس لانه احنا بنفترض انه السيستم بحاول يرفع المحرك بحاول يرفع وهي الماس عمالها بهذا الاتجاه فنفترض هذا الاتجاه هو نيجاتيف فكانه التورك هون عندي نيجاتيف هلا هون اخذته كونستنت هو هون سيجنال مش فيزيكال سيجنال بدي احوله اول شيء ل فيزيكال سيجنال بعدين من فيزيكال سيجنال بحوله ل ايديال تورك ايديال تورك سورس هلا حطيت التورك على التورك شبكتهم مع بعض بصير ما في مشكله تورك يعني التورك اللي هون يعني لو عندنا احنا شافت لو عندك شافت هل بصير يصير عندك تورك بهذا الاتجاه تورك ثاني معاكس بهذا الاتجاه مش لو جيت قلت لك صاحبك عماله بشد ومش قادر يرفع هاي شو بتقدر تعمل بتقدر تساعده شو بتيجي بتعمل بدك تشد معه بنفس الاتجاه او تشد بعكس الاتجاه نعم دكتور لما تجمعهم كلنا في برودكت ولا صم لا صم هون راح يصير صم راح يجمع زي هاي هلا هذا المثال انتم ما بتحبوه لانه احنا متعودين مثلا الفولتج ما بصير نعمل هيك بالفولتج مزبوط بس ما فيش مشكله هذه هون صحيحه التورك عمالي انا بحط تورك على شافت وبرد بحط كمان تورك على الشافت او تورك معاكس على الشافت، فالتورك النهائي اللي بيجي على هذا الشافت روتيشنال شافت راح يكون حاصل ضرب حاصل جمع هدول، لكن هذا بوزيتيف انا بدي افترض المحرك بوزيتيف عم بحاول يرفع لفوق، فالكونفنشن صار انه هذا نيجاتيف لانه عماله بحاول، طبعا اذا صرت بدي انزل راح يصير في حسابات مختلفه،
بس احنا عم نعمل حساباتنا على الورست كيس اللي عمالي برفع هذا اللود، فبرفع هذا اللود بحط تورك من المحرك بنطرح نفس التورك من الماسس. نعم يعني ما في ده احد سامنج بلوك، ما في هون سامنج بلوك، لا ما في سامنج. لاحظ هذا تورك الاشاره ما بقدر احط لها سمر، اوكي فهون هي صحيحه يعني ما فيها مشكله. هلا لو انها مش صحيحه ما كان سمح لي اشبكهم انا اصلا. هلا في شيء ثاني احنا ما حطيناه بدنا نحط. هلا الشيف هاي اللي موجوده هون فيها اي شيف 10 كيلوغرام متر سكوير، وبعدين في عندي اي راح تيجي من هاي الماسز مزبوط. قديش الاي اللي بتيجي من الماسز؟ اي ماس راح تساوي ام في دي اس على 2 تربيع مزبوط. الماسز مضروبه في مربع الراديوس، والراديوس قديش؟ نص. الدايمتر واحد، الراديو نص، مربع نص ربع، ربع في 200 راح يعطيني 50. فهاي عندي هون 50 كيلوغرام متر سكوير. هلا في اكثر من طريقه، انا هون اسهل طريقه قررت اني احطها خلص جمعتها في هاي الانيرشا. فهاي هون بدي اسميها، ممكن نسميها انيرشا اوف شيف اند لود. ولما نيجي نطلع هون انا حاططها 60 60 اللي هي 10 و5. إذا بدك تقدر تحطها بعرفش إذا مسموح لنا نحط 10 زائد 5 زائد 50. أظنها مسموحة هيك إذا حطيتها بهذا الشكل. أوكي؟ هي صار عندي إذا هاي بتمثل الإنيرشا تبعت الشيف والإنيرشا اللي ناتجة عن الماسز اللي موجودين هون. عندنا روتيشنال دامبر إحنا ما كناش محددين فاليو، أنا حاطط فاليو صغير قدام مش حددين إحنا بس كونسبكشن لها. وهلا هيك هذا جاهز انه يمثل هذا الجزء من هون، ما فيش في عندي جير بوكس فيه. هلا الشيء الثاني راح احطه، راح احط الجير بوكس. هلا الجير بوكس معقد اكثر لو بدي احطه في السيم ميكانكس، فانا راح احطه كسيجنال الان. الطريقه اللي راح احطه فيها كسيجنال، راح اسكر هذا البلوك وراح ارجع للبلوك اللي هون. هي هلا البلوك اللي احنا كنا نشتغل فيه هي اللي هو الجير هويستنج سيستم. هلا اللي عملته انا في الجير بوكس، احنا في عندنا جير بوكس 49 1 ل 49 واحد ل 49 معناها التورك هو طبعا راح يعمل ستيبنج اب للتورك وستيبنج داون للسبيد. فالتورك اذا جاي من اللو سبيد شافت، تذكر انه هذا لو سبيد شافت هون، هذا هون هذا بعطيني تورك، والتورك بعدين دخل عندي هون. هذا عندي هذا اللو سبيد شافت وهذا اي سبيد شافت تبع المحرك مضبوط متذكرين؟ هلا هذا اذا بدنا ممكن نعمله بهاي الطريقه، طبعا هذه مش ايديال انا اللي عملته هون في الجير بوكس، في طريقه احسن من هاي الطريقه، بس هاي كبدايه صار هذا الجير بوكس. لاحظوا الاثنين عم بضربوا في 49 ليش؟ لو انا ماشي تورك لهون، التورك عماله بنعمل له ستيبنج اب مضبوط مش هيك؟ والسبيد بنعملها ستيبنج داون من هون لهون. إذا احنا ماشيين من هون لهون ايش بصير بالسبيد؟ بنرجع بنعملها ستيبنج اب، فهذه صحيحه من هون لانه احنا ماشيين تورك بهذا الاتجاه وسبيد في هذا الاتجاه. يعني انا ممكن افكر في الجير بوكس كانه في له اربع جيمز، كانه في جيمز للتورك. فالتورك لما يكون جاي من هون تورك هاي سبيد شافت، اذا بده يعطيني تورك لو سبيد شافت راح يكون هذا الجيم هون مضروب في 49، ولو كان عندي تورك بهذا الاتجاه راح يكون 1 على 49 مضبوط. الجير التورك لما يجي بهذا الاتجاه بنضرب 49، لما يرجع بهذا الاتجاه بنقسم على 49، والعكس بالنسبه للسبيد. لو عندي هون اوميجا هاي سبيد شافت انها ستيب داون راح تصير هاي 1 على 49 وهاي راح تصير تنضرب في 49. بس انا ما اخذت غير اثنين من هذول، اخذت التورك واخذت السبيد لو انا بدي اعملهم كونفرجن. طبعا في طريقه احسن من هاي الطريقه، وموجود في بلوك اسمه جير بوكس، بس بده شغل اكثر من هيك. اذا بدنا نشتغله هلا ممكن تشتغلوا في المشروع. اذا هون اللي عملته اخذت الالكتروماجنتيك تورك اللي جاي من هذا المحرك ضربته في 49 اعطاني التورك. هلا هذا صار لو سبيد شافت، تحرك السيستم من هون، من حركه السيستم من هون رح ترجع لي سبيد لاني انا اخذت انا فيلوستي روتيشنال فيلوستي، ضربت في 49 رح تعطيني الهاي سبيد فيلوستي اللي ناتجه هون، وهي رجعتها للمحرك مره ثانيه. هلا بدنا نختار محرك مناسب. اذا تتذكروا من هون احنا اخترنا
لما بتحل هذا السؤال اذا بترجعوا لحل هذا السؤال اللي حليناه من هون كنا مختارين احنا عدد البولز كان بيساوي اظن 6 بولز بير فيس اللي هو 3 pairs of balls per face. The synchronous speed n synchronous رح تطلع معني 1000 مش هيك؟ 1000 RPM مضبوط؟ لأنه كان عندنا السبلاي كان 50 هرتز. والتورك المطلوب اللي طلعناه من هون طلع معنا أظن 24 في حد معاه الورقة. لحد نرجع للحل اللي حليناه من هون طلع معنا التورك المطلوب كان 24.64 نيوتن متر. خلينا نحطها هون. التورك اللي طلع معنا مطلوب من الدرايف كان بيساوي 24.64 مضبوط نيوتن متر. ان سينكرونس كانت 1000 ار بي ام. وحطينا احنا الجير بوكس ريدكشن ريشيو كانت 49:1. اذا بدنا نلاقي محرك يعطيني تورك بهذا الرينج، لو جينا طلعنا من المحركات الموجوده بريست تذكروا هذا المحرك هون. خلينا نطلع اول شيء هذا المحرك نشوف اذا بعطيني التورك المطلوب. هلا هو 4000 كيلو وات مضبوط 4000 كيلو وات. خلينا نشوف قديش بعطيني كتورك. راح يعطيني احنا قلنا هون 1430 فالاسينكرونس سبيد تبعته بتساوي 1430 ار بي ام. المشكله انه هذا السينكرونس سبيد تبعته ما بتناسب السينكرونس سبيد اللي هناك مضبوط. فايش بدي اضطر اغير؟ اغير عدد البولز. خليني اغير عدد البولز من هون الغي هذا البريسيت موديل راح ندخل هون على البارامترز. هلا لاحظوا لما اخترت البريسيت موديل غير البارامترز اللي موجوده هون. هي اذا بتطلعوا عليها اطلع عليها مره ثانيه. خلينا مثلا ناخذ رقم من الارقام الموجوده هون. هذا الرقم مثلا 1.405 مثلا راح اغير الان البريسيت موديل حتى اتاكدوا انه هو فعلا اختلف. فلو اخترت مثلا بريسيت موديل ثاني هون ورجعت على البارامترز راح تلاقوا هذا الرقم اختلف مضبوط. واضح ليش هذا مضلل؟ اخترت بريسيت موديل. هلا اللي راح اعمله انا راح ارجع للبريسيت موديل هذاك اللي هو كان موجود هون. هلا اذا رجعت هون راح تشوفوا ال 1.405 موجود. اذا لغيت البريسيت موديل راح يضل حافظ البارامترز اللي كانت موجوده. واذا حطيت هون نو رجعنا هون هي رجعت البارامترز هاي وسمح لي اني اغيرها. هلا هون راح ناخذ نمبر اوف بول بيرز بي. انا حاططها هون 3. رح تتغير السبيد طبعا رح تصير سبيد مختلفة. اوكي رح اترك هلا البارامترز كلها زي ما هي، ضل عندي هذا البول، فأنا غيرت هون عدد الفيرز بول غيرتها لثلاثة، رح تصير عندي هلا السينكرونس سبيد تبعت هذا المحرك ان سينك 1000 ار بي ام. واضح ليش؟ لأنها بتساوي 50 قديش عندي هناك؟ 50 120 ب 6 خلينا نظبط هاي. او 120 اخذنا 6 لانه هذا الرقم ايش الثلاثة؟ بيرز اوف بولز. فهو عبارة عن 6 بولز بير فيز. وانا حاطط هذه هون 50 وال 50 طبعا اجت من الباور سبلاي اللي احنا حاطينه هون. فور سبلايز راح تكون كلهم 50 هرتز فراح تصير عندي هون السينكرونس سبيد 1000 ار بي ام. هيك اذا هلا هي صحيحه. خلينا نحسب هلا قديش التورك اللي راح يعطيني اياه الاوتبوت تورك. هلا هو على 4000 واط. كيف بدي احسب التورك اللي راح يعطيني اياه الريت التورك؟ حولها للريديانز بير سكند. هلا السليب الريتد سليب
في الادفانسد. لا هون ما ببين معنا الريتد سليب الميوتشوال. هو كان الريتد سليب اظن خلينا نشوف بالبريسيت موديل قديش كان. كان عندي 1430 فسليب اصلا راح يكون 1500 ناقص 1430 على 1500. هذا بالبريسيت موديل قديش هذا الرقم بيطلع عندي 70 على 1500 مضبوط تقريبا قديش؟ زيرو بوينت زيرو فور سكس يعني هو بيطلع 4% 4.6% 4.6% هلا لو فرضت انه طلع عندي نفس السلك لما غيرت عدد البولت رح تصير عندي السرعه ان اي سينكرونس بدها تساوي 4.1 minus 4.6% واحد minus 0.046 مضروبة فين قديش بطلع هذا الرقم المفروض يطلع 940 مش هيك تأكد بالله منه هاي رح تكون السينكرونس سبيد رح يمشي عليها المحرك هذا 954 954 صحيح هلا نحول هاي لراديانت بير سكند اوميجا ايسين نقسمها على 60 ونضربها 2 باي هذه طبعا هون radians per second. هلا اذا عندي النومينال باور 4000 واط قديش راح يكون التورك؟ تورك ريتد بيساوي 4000 على 99.9 هو تقريبا راح يطلع 40 مش هيك؟ اكثر شوي 40 40 اوكي إذا هذا المحرك مناسب هو فعليا اكثر يعني مناسب اكثر من اللازم لانه في رينج اكثر بس الناس حتلقوا اعلى شوي راح اطلق فيه مارج ماشي واضح شو اللي عملنا كل فاهمين شو اللي عملنا احنا لما عملنا الحسابات بعد هذا السؤال وجدنا انه التورك اللي بدنا اياه كان 24.64 نيوتن متر بس لكن السينكرونس سبيد كانت عندي هون 1000 ار بي ام البريسيت موديل اللي اخذناه من هون كان 1430 ار بي ام الاسينكرونس حولناه الى 6 بول موتور انا غيرت الرقم هذا الرقم كان هذا اصلا 2 غيرته انا ل 3 فلما كان 2 يعني 2 بيرز يعني 4 بولز بير فيز صار ل 6 بولز بير فيز نعم السؤال بس لو كان قيمه التورك هذا اقل من قيمه التورك درايف شو بصير؟ ما بزبطش ما بيشتغلش ما بيشتغل السيستم ما راح يقدر يعطيك هلا في مشكله اذا كان اقل على فكره من 24 ما راح يتحرك بالمره ذكر ال 24 كان اللي هي الكفايه حتى انه ما يسحبش السيستم نعم هيك صار يعني يسحب بشكل اسرع يعني اسرع بس احنا هلا لما نحط عليه فيربل سبيد درايف راح نتحكم احنا بالتورك اللي طالع منه يعني راح